رجل أدرك ركعة مع الإمام فهل يجهر بالقراءة إذا أتم؟ إذا سلم، إذا كان صلاة جهرية وما أدرك إلا واحدة فهي أول صلاة، فإذا قام يقضي جهر بالقراءة جهرا لا يشوش على من حوله في الثانية، ثم يسر في الثالثة والرابعة، لأن الصلاة التي أدرك أولها ما أدرك مع الإمام، هذا الصحيح، وما يقضيه آخرها، فيسر فيجهر في الثانية التي يقضيها من العشاء مثلا أو المغرب، ثم يكمل بالسر في بقيتها كأنها كان يصليها.